احنا من راح نرسم فريكونسي ساين ويف، متذكرين وين كنا نرسم ساين ويف؟ البي دبليو بالبي دبليو ام، مش كنا نرسم ريفرنس ساين ويف؟ راح ارسم الان ريفرنس ساين ويف، ريفرنس ساين ويف راح ارسمها بحيث انها تكون ثلث الفريكونسي الاصليه. راح يكون عندي هي الساين ويف هون، وانا رسمتها نفس الارتفاع. ارسم الساين ويف هاي هو نفس الارتفاع، ونفس الشيء راح اعمل الان، مش راح يكفي كله يبين معي هون، بس راح يبين جزء منيح منه. وهي النقطة هاي هيك. وهلا هاي راح تيجي معنا تقريبا هيك، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 تقريبا هون يعني هيك. وراح تيجي بهذا الشكل. اوكي، اذا هاي راح نسميها الريفرنس ساين ويف. هلا شوفوا شو راح نعمل، احنا بنقدر نغير الفايرنج انجل مزبوط، لانه ايش احنا عندنا في الدائره؟ السي ار مزبوط، وبغير الفايرنج انجل بالنسبه لوين؟ اي زيرو كروسنج، هاي الزيرو كروسنج هاي والزيرو كروسنج هاي. فالاستراتيجيه تبعتنا راح تكون انه اغير الفايرنج انجل بالنسبه لهاي النقطه، هاي عندي هون زيرو كروسنج، هي عندي هون زيرو كروسنج، وهي هنا زيرو هون كروسنج بحاله البوزيتيف، وبعدين عندي كمان في عندي هون زيرو كروسنج، وهون عندي زيرو كروسنج، وهون زيرو كروسنج بحاله النيجاتيف، وراح اخر الفايرنج بحيث انه حجم هاي او حجم الفولتج اللي بدخله من هون يكون اقل هون، يزيد هون، يرد يقل هون، بعدين راح ينعكس معي هون وهون. احنا لو بنقدر نرسم خمسه بتبين بشكل احسن، بس ما فيش مشكله الان. هلا الطريقه اللي راح اعملها، راح ارسم شيء ريفرنس اللي هو كوساين. الكوساين لما تكون عندي الزاوية صغيرة جدا، إذا عملت أنا فايرنج بزاوية صغيرة جدا، قديش من هذا الفولتج بدخل أو بمر على اللود؟ زيرو. لا، لما تكون الزاوية زيرو، لما يكون الفايرنج أنجل زيرو، الديلي أنجل زيرو. تذكروا إحنا كام بتدخل؟ لأنه إحنا لما بنعمل فايرنج لهذا، افرض عندي هاي الويف فورم هيك، لو كانت ألفا هون، قديش راح يمر هاي ألفا؟ راح يمر هاي، مش هيك؟ كل هاي راح تمر من هون. لو أجيني صغرت ألفا، لو صغرت الفا لهون، مش هاي راح تمر؟ اذا العلاقه معكوسه، مزبوط؟ يعني لما الفا تكون صغيره قديش الفولتج اللي بمر؟ ولما الفا تكون كبيره قديش الفولتج اللي بمر؟ ايش بذكرنا هذا؟ اذا كل كوساين الفا راح استخدمها انا ريفرنس هون. حتى استخدم كوساين الفا ريفرنس، شوف ايش راح اعمل، راح اجي من الفتره هاي للفتره هاي وراح ارسم كوساين بلس 1. من الفترة هاي للفترة هاي راح ارسم كوساين بلس 1، ومن الفترة هاي للفترة هاي راح ارسم كوساين بلس 1. كوساين ورفعته، واضح؟ شايفين هذا شو هو جزء؟ ايش هو؟ هو جزء كوساين، بس انا رافعه عن الهاي. هلا خلينا نشوف نقاط التقاطع، وين نقاط التقاطع؟ نقطة التقاطع ما بين الساين ويف وهذا الكوساين. الساين ويف ايش لقيت؟ اي نقاط تقاطع؟ بين الساين ويف. فالان بعمل فايرنج لهذا عند النقطة هاي، وراح افترض انه ريزيستيف لود، فراح يطفي عند النقطة هاي، راح يصير له كوميتيشن، وهذا بنشال معي. راح اعمل فايرنج عند النقطة هاي، وراح نشال هذا الجزء، وراح اعمل فايرنج بعدين وين تقاطع؟ هي الكوساين الازرق مع الاخضر، راح تكون النقطة هاي. تقاطع الريفرنس مع زي بالبي دي ار، كان تقاطع ايش؟ الريفرنس الساين مع ايش؟ مع تراينجلر ويف فورم، هون مع كوساين ويف فورم. فراح يختفي معي. بتعرف تحسب الار ام اس لهذا؟ ليش لا؟ اذا انت عارف هاي الزاويه وهاي الزاويه وهاي الزاويه، مش قدرت تحسب الار ام اس؟ بس طبعا بدك، هلا هاي بنعتبرها متماثله، راح تكون متماثله، فبنقدر نحسب الار ام اس. الافرج قديش لها راح يكون؟ لما باخذ هاي القطعه وهاي القطعه وهاي القطعه مع هاي القطعه وهاي القطعه وهاي القطعه، ايش راح يكون؟ زيرو. طيب خلينا نطلع الان نعمل نفس الشيء، بدنا نرسم، بس الكوساين راح يكون الان معكوس، بدنا نرسم بالازرق بنفس الطريقه. اذا لاحظين شوف صار شكل الويف فورم اللي طلعت معي، خليني اغمقها. هاي الويف فورم اللي طالع على اللون، وهي جزء منها، لاحظوا كيف بالنص كبرت، مش هيك؟ وبعدين بدها ترجع تصغرت هون. وطبعا لو كان عندي خمسه ببين بشكل اوضح،
بعدين هلا ننزل هون نفس الشيء راح ارسم هذا بس معكوس فهي نقطة التقاطع هذا مرسوم غلط بشيء وآخر شيء عندنا هذا فرح يصير عندنا هاي نقطة تقاطع فرح أعمل هذا الجزء طبعا لاحظوا هذا الجزء كله راح يختفي هذا الجزء راح يختفي هذا الجزء راح يختفي إذا صار هي شكل الويف فورم الموجود، إذا ما حينا كل شيء ثاني الآن راح تبين الويف فورم بشكل أوضح معنا. قديش الفاندمنتال فريكونسي تبعت هاي الويف فورم؟ إذا السبلاي 50 قديش راح تكون الفاندمنتال تبعت هاي؟ 16.6 أوكي؟ هل الهارمونكس خفت فيها؟ المفروض تكون خفت فيها الهارمونكس لأنه احنا شو عملنا؟ خففنا كمية الفولتج هون وجدناه بالنص خففناه على الأطراف خففنا كمية الفولتج بالبداية وزدناه بالنص وخففناه على الأطراف زي ما كنا نعمل بالبي دبليو ام شو كنا نعمل؟ راح تلاقوا كانت البلس أوسع في النص وأرفع في الأطراف طبعاً هذه هون لسه بدائية لأنها ثلاثة لو أخذناها مثلاً خمسة هلا المشكلة الثانية اللي حلينا واحدة من المشاكل بدينا نخفف بإيش؟ بالهارمونيكس بس في عندي مشكلة ثانية إنه أنا لسه عم بستعمل مالتيبل مظبوط؟ كيف بحل شغلة المالتيبل؟ لا أنا بدي هلا الفريكونسي بدي إياها تكون 19.5 أو بلاش 19.5 23 بدي فريكونسي 23 هرتز هدول المحركات الضخمة شفتوهم كيف بدي أحركها على سرعة معينة 23 هرتز أو 22 هرتز ايش هو عفوا بس ما بنقدر نجذب بس ايش ممكن اعمل الان حتى اغير هاي الفريكونسي بطل اغير لا لا في شغله سهله جدا شو اللي رسمته انا حتى اطلع الفريكونسي تبعت مين الساين تبعت الساين خلص اعمل الفريكونسي اللي بدك اياها مش شرط الان تكون هي هول مالتيبل ترسمها ارسم الفريكونسي الساين اللي رسمناها شو كانت الفريكونسي تبعتها هون 16.6 ارسمها بالفريكونسي تبعتها تكون 21 هلا مش راح تبطل تتقاطع في النقاط نفسها الهاي بس خلص ما في مشكله الشيء